باخد عندي مقادير خبز الشامي سهله جدا، 2 كوبايه من الدقيق، نص كوبايه كده من الزبادي او علبه زبادي صغيره هتنفع معاك، معلقه كبيره من الخميره وشويه ملح صغيرين، معلقه سكر ممسوحه كده كبيره، وبعد كده بقوم حاجن عندي بالميه تتعجن، باخدها عندي هم دول 2 كوبايتين دقيق، بفردها على الصاج وببدا ان انا اجزعها كده بايديا، وبحط عندي زيت زيتون وشويه زعتر. هاخد الكلام ده اهوت واقوم مسويه على درجه حراره كام؟ 180 لحد ما ياخد اللون الاحمر معايا. خلينا نشوف بقى الكفته هنعملها ازاي. هجيب البلانش ده هنا كده، بصل افرمه فرم ناعم جدا، المقادير قدام حضراتكم اهي، عايز تبشري البصل وبشريه، بس انا ايه هفرمه فرمه ناعمه جدا 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 للحمه، ماشي. واقوم واخد عليها على البصل، اخد عندي شويه ملح، واقوم واخد عليه شويه فلفل اسمر، وده افضل حاجه للكفته انك تدي لها الملح والفلفل للبصله الاول، حتى لو هتعمليها في كبه، ولكن فرمه السكينه بصراحه للكفته بتبقى حلوه قوي. نعمت وبقت زي الفل، واقوم واخد عليها شويه بقدونس مفرومين برضو ناعم جدا، ونعمهم. لو انت الموضوع السكينه معاكي صعبه والموضوع معاكي بقى ايه هيقلب بدموع والحاجات ديت، لا خش على طول على ايه على الكبه، يعني افرم الكلام ده كله في الكبه، خدهم مع بعض. وممكن لو عندك كزبره خضراء تحطيها. بص البصلايه بقت اتسمكت ازاي، ده كلام جميل. هنقوم واخدين عندنا اللحمه، محتاجين شويه فلفل عليها، شويه الملح، شويه بابريكا صغيرين، وناخد الكلام ده هو كله على البلانشه بتاعتنا ونبدا ايه نسمغ، مفيش اسهل من كده. اللحمه كده تكون ملبسه، ولازم نفضل ايه يعني نسمغها كده بايدينا لحد كلها ما تتماسك مع بعضها وتبقى ايه كتله واحده اهي. بقت كفته عالميه. زي ما حضراتكم كده شايفين سهله جدا. هبدا اخد واحده شويه شويه كده اهوت على ايدينا، واضغط عليهم كده زي البرجر، واخدها كده بايدينا وابدا ان انا ايه اعملها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينها. اظن مفيش اسهل من كده، كله بالبلانشه والسكينه هتلاقي الموضوع سهل جدا، بس اهم حاجه تنعمي الحاجه كويس جدا. لو الموضوع صعب حضرتك بتقومي جايبه عندك الكبه وتفرمي فيها الحاجه دي، لسه فيها صوصات ولسه فيها حركات جامده قوي هتحصل دلوقتي، والعيش اللي هيطلع ده وريهولك هيبقى عامل ازاي. ما شاء الله شغال في الفرن حلو قوي. اسمغ، وفي عندي طماطم، فلفل اخضر، جايب فلفل اخضر حامي حلو جدا عشان هنشويه بعد ما ناخد اللحمه بتاعتنا وعاملها زي البرجر كده. هناخد في نفس ناتج التسويه بتاعت اللحمه ديت، نبدا ناخد عندنا الطماطم والفلفل الحامي او الفلفل الرومي ونشويه في نفس ناتج التسويه، فطبق كامل متكامل مفيهوش غلطه. وتقدري تحطي لو عايزه تزودي الكفته تقدري تحطي فول صويا، يعني نقدر نحط مثلا كوبايه من فول الصويا تكوني نقعاها في ميه او رش عليها ميه كده اهوت وتقومي حطها على اللحمه، تزود معاك الكميه ويا لا مانع خالص، هتلاقي الطعم حلو جدا وهتلاقي الموضوع ماشي معاكي تمام.
تعالوا بقى نجيب عندنا الطاسه بتاعتنا بقى اللي هي موجوده عندي على النار، معانا الحاجات الكيتش نوفا الجميله. هنبدا ناخد اول حاجه كده، اول قطعه كده نستخدمها هنشتغل فيها. انا عندي حاجتين اتنين، الطاسه الكبيره ديت او الصينيه دي الكبيره ديت، وعندنا الجريلا ديت اللي هبدا اشتغل عليها برضو وهعمل عليها وهشوي عليها الحاجه. اخر واحده، يلا بينا يلا بينا. مكعب زبده، طاسه سخنه، يبقى لازم نحط شويه زيت. وهم حاطط عندي مكعب زبده، تمام. ناخد عندنا الكفته بتاعتنا ونبدا ننزلها عشان تتشوه معايا كويس جدا. بسم الله. لازقة مش هنظبطها. هنضف كده بالسكينة عشان بنفس هي البلانش اللي موجودة عندي، مفيش مانع خالص. هنضفها كده بس كده بالمنديل واشيل الزيادات ديت عشان لما انا خلاص اللي انا هعمل حاجة كويسة جدا اللي انا هقطع عليها بقية الايه الخضار بتاعي. طبيعي ان اللحمه دي هتكش شويه فهحط بقيه الكميه هتيجي اهي. نزلنا كده كمان، حلو قوي. هات يا باشا الباقي بقى. كده واخده الكميه كلها بتاعت الايه الكفته، تعيش مع نفسها بقى. هنا الطماطم اجيبها ازاي؟ اقوم واخدها كده وكده، ودي على اتنين ماشي، ودي على اتنين عشان هنشويها كده، ودي كده على اتنين بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهي. فلفل حامي على اتنين كده، الله الله الله. واحدة كمان كده عشان حبايب، نقسمه كده على اتنين. ايه تاني؟ بصل هبدأ اللي انا اجيبه لسه، تمام تسلم ايدك. هقطعه كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقوم ايه مدينه شوية ملح وشوية فلفل. قومي دلوقتي اعمليها على الغدا ديت، حقيقي هتعجبك قوي. وقوم مقلب الخلطه ديت كلها ايه مع بعضها، كلام كلام جميل. نبص هنا بقى تاني على الكفته بتاعتنا، ايه الاخبار؟ هبدا ان انا اشوحها على الجنبين. التسويه كلها بتاعتها يعني انا هسويها كلها كامله في الطاسه نفسها. هنقلب دول وكده بقت تمام التمام، واسيبها تكمل التسويه. عندي هنا طاسه عندي تانيه هنبدا نعمل فيها الصوص الاحمر اللي انا هبدا اضيفه عليها. شويه زبده برده مع مكعبين اتنين، واحط عندي شويه من الزيت. هقوم واخد عندي ثوم، نديها كده فرم الثوم، ونقوم واخدينها وحاطينها هنا على الزبده. ممكن نقلبها شويه كده هنا،
وعلى طول نقوم مدينها صلصه طماطم. وهوب نقوم مدينا عصير طماطم. عملتها بسرعه ليه؟ عشان الزبده الطاسه سخنه، فحطيت كله على بعضه. واديها شويه الملح وشويه الفلفل، شويه بابريكا صغيرين، طبق عالمي. واقلب الخلطه ديت ايه مع بعضها، جميل. واقوم سايبها عندي على النار لحد ما تبدا اللي هي تاثر معايا وتتقل معايا شويه، او لحد ما نرجع من الفاصل. نديها تشويحه هنا ونسيب دي تتسبك، عشان ناقص حاجتين اتنين هعملهم، الصوص الابيض ده، وعندي هنا العيش. بص العيش ده عامل ازاي يا جيمي، بص لوز اهو ما شاء الله. سيبه بس كده اهوت، بس ايه يتحمص شويه. انا بس هنقل دهيه في طاسه بعد ما الكفته استوت. بص يا جيمي شوف الكفته عامل ازاي، بص الشكل يا جدع عامل ازاي. نقوم تعيش بلدي ديت وشويه سلطه الطحينه ونديها. لسه ما خلصتش الحوار، هو لسه كبير. شفت دي بقى؟ يعني بص الثلاث حاجات دول اللي مع بعض دول ميكس مع بعض في ساندوتش، موضوع تاني خالص. طماطم بقى مع الفلفل الالوان مع الحركات ديت، هنقوم حاطينها في ايه؟ في نفس ناتج التسويه اللي انا عملت فيها الطاسه اللي حضرتك كده شايفاها بتاعت الايه؟ اللحمه. بصل، فلفل حامي، وفي نفس ناتج التسويه هبدا اشوي الكلام ده مع بعض. كلام جميل. طيب هنا بقى الخبز بتاعنا الجميل اللي بعد ما طلع اهو. هم واخدهم كده فتة، أنا عامل فتة يا باشا بالعيش والكفتة. ماشي، هقوم واخد ده عندي الصاج، نفس الصاج، وأقوم واخد العيش ده اهوت نقوم حاطينه كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه بعد ما قطعناه مكعبات. إيه ده رايح فين تاني؟ رايح على الفرن. ده بنهزر، اديها تحميصة يا باشا بقى. هقمص العيش ده كده ايه ونروقه، هرجعه تاني هنا وياخد التحميصه التمام ويبقى كده جاهز معايا. عشان نخلص من البند ده تماما هقوم جايب عندي شويه زبادي، مديهم شويه بابريكا صغيرين، واقوم واخد عندي فص ثوم مفروم، ونقوم واخدين عليه شويه ملح، ماشي كده، واقوم اقلب الكلام ده مع بعضه كده. الصوص ده الله جاهز معايا، ونقوم حاطينه جنب اخواته هنا كده. الاكله جاهزه، العيش بيتحمص، الصلصه اتسبكت، الكفته بتاعتنا استوت معايا، وعندنا شويه الخضار المشوي دول اللي احنا هنحطهم بس بعد ما يتشووا تماما على الطبق ده. بعد ما يخلص هنوريه لكم عامل ازاي. طبق تكنيك حلو قوي بصراحه، والتكنيك بتاعه جميل وعجبني وجديد في نفس الوقت. الحاجات اللي بتتشوي ديت، بص بقى اللقطه اللي جايه دي وهي بتتشوي كده، بقوم مديها شويه صلصه. الله تعالي التست بتاع الحاجه، هديها شويه صلصه كده حلوين من اللي متسبكين عندنا. كده تمام، ده هيجي هنا وده هيجي هنا وده نقول له شكرا برضو. ريحه الشوي ايه تجنن. وده يجي هنا، ناقص ايه؟ ناقص العيش بتاعنا اللي احنا محمصينه وخد التحميصه بتاعته اللي فوق التمام. طبق ملوكي، وادي صوص الزبده اللي معمول بالثوم جاهز معانا. العيش يا باشا بعد ما اتحمص
ناخد شويه صوص زبادي، وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه صوص احمر، شويه خضار مشوي ماشي اهو اهو، بعد كده شويه كفته. انا بقول لك طبق ملوكي عالمي والله، طبق عالمي. ادي الطبق خلص اهو، بعد ما طلع خلص كده اهوت بنقدمه بالهنا والشفا. نعمل طبق تاني، يلا هجيب عندي العيش هم حاطينه بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. خلاص يا ريس، صوص زبادي اللي احنا عملناه بالثوم يطري معايا اللقمه يخليها حلوه قوي، مع شويه صوص احمر اللي احنا عاملينه بالتوميه اهي، شويه خضار مشوي، بصل، طماطم. الله 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 الله، ادي البصل اهو، واقوم واخد عندي الكفته حطيناها بالشكل ده اهو. تمام، شويه صوص احمر عليها كده اهوت، وكده ايه تكون الطبقين الاثنين جاهزين معايا وسهلين جدا. قدمنا الكفته النهارده بشكل مختلف شويه، جو مطاعم، العيش مع صوص الزبادي، مع تلاقي ميكس كده رهيب في الحاجه، ان شاء الله يعجبكم جدا.